السلام عليكم، معكم الروح يا زهرة. جيت نعاود لكم الجريمة اللي وقعت في حقي. بغيت نقول لكم شوية على حياتي، بغيت نقول لكم شكون اللي قتلني، كيفاش اكتشفوا الجثة ديالي، كيفاش شدوا المجرم، شنو هي العقوبة اللي عطاو لهذا المجرم هذا، وشكون هو هذا المجرم، حيت هو قريب ليا بزاف بزاف. وكنتمنوا تدعيو معايا بالرحمة والمغفرة مع كاع اللي ماتوا. وبسم الله نبدا لكم قصتي. انا زهرة، وكاين اللي تيعيط ليا ام زهره، كاين اللي تيعيط ليا خالتي زهره، الحاجه زهره، اللي بغيتو تعيطوا ليا خوتي وليداتي. المهم انا كنت مربيه مع الوالد والوالده. الوالد ديالي راجل مزيان، راجل كيدير تجاره، عنده داكشي ديال المحلات ديال التجاره ديال المواد الغذائيه، ديال الصباط حاشاكم، ديال الملابس الحوايج وداكشي الجداد وداكشي زوين، عنده داكشي عنده تبارك الله بسم الله وعزيز عليه هو التجاره. وكان مزوج الوالده وساكنين كلنا في دار واحده، دار كبيره، عندي حنا ثلاثه ديال الدراري وثلاثه ديال البنات. والوالد ديالي مربينا التربيه الحسنه، بالنسبه لنا حنا البنات راه ممنوع الخروج، ممنوع الدوران، كتعرفوا الناس زمان كيفاش كانوا ما معاهمش اللعب. ايوا والوالده كانت عندنا قاصحه، ممنوع نخرجوا، ممنوع ما نتعلموا حتى حاجه، حتى المدرسه مشينا لها غير الثالثه صافي جلسنا. ايوا جلسنا في الدار، ممنوع الخروج، ممنوع كل شيء، صافي تربينا الحمد لله والشكر لله بما يرضي الله، اللهم لك الحمد. الوالد ديالي خدام، كبروا خوتي الدراري خدموا معاه، حتى هما عندهم المحلات التجاريه ديالتهم، كيتعاونوا مع الوالد، كيخدموا كلهم كلشي خدام، اللهم لك الحمد. الوالد ديالي كيخدموا معاه الشركاء وكيخدموا معاه هكا الدراري في المحلات وداكشي. واحد النهار واحد الدري عنده في المحل قال له الحاج، الا زعما كتب الله بغيت انا ندير داري، بغيت انت انا ندير وليداتي ونتزوج. قال له الوالد، قال له ايه مرحبا وليدي، زعما بغيتي تخطب نمشي معاك نكبر بيك ونعاون، انا ما عندي حتى مشكل. ايه وقال له هذاك السيد، قال له سميتو سي مصطفى، قال له وانا ما نكذبش عليك الحاج، انا ما كرهش زعما نتناسب معاك كتب الله. وقال له الوالد، قال له علاه داك تعرف بناتي؟ قال له لا الحاج، انا زعما غير عرفت عندك البنات، قال زعما الا كتب الله وتقبل عليا زعما نختار شي وحده فيهم. قال له الوالد كان عندي قشيبي فيه الضحك، قال له وانا كنبيع البطاطا تجي تختار عندي، بدا يضحكوا. قال له لا سيدي الحاج، زعما انا قال زعما انت تختار لي، انت تعرف كل شيء زعما مزيانه وكل شيء. قال له كيفاش مزيانه، راه بناتي كلهم مزيانين. ايوا بدا يضحك عزيز عليه الضحك. قال له صافي ماشي مشكل. قال له شوف انا عندي الكبيره عندي بنتي، عندي جوج دراري تزادوا، عاد بنتي زهره تزادت وفرحت بها، قلت زعما الحمد لله ربي يعطيني من المؤنسات اللهم لك الحمد، وفرحت بها وكان نهار كبير عندي وكل شيء، وراها تبارك الله بسم الله بنيتها زعما ما عادش نشكرها لك، راه بنتي هذيك راه درويشه وظريفه حنينه، زعما ماشي نقول لك حاجه نقيه زعما. اي هو كاين واحد المشكل. قال له سي مصطفى ديالاش هذا المشكل زعما عليك يا مولانا، زعما ما يكونش شي حاجه زعما كبيره. قال له لا، قال له عاود نقول لك راه عندها غير 16 عام، واش طفلاتها ولا لا. ايوا قال له ماشي مشكل. قال له والله يا ودي، قال له بحال طربه قدامي وربي على يدي. قال له با الا وهو، قال له بنتي راها مربيه. ايوا بدات يضحك راسي با عزيز عليه الله يرحمه مسكين، عزيز عليه يضحك، عزيز عليه اقشاب هكا بحال عزيز يدير بحال هكا. وقال له الحاج مصطفى، قال له دابا سي مصطفى هادشي عاودوا لي من بعد فاش تزوجنا وكلشي. قال لها اللي قال لي باك. ايوا قلت له غزا فيك. ايوا صافي قال له شوف، قال له مرحبا بك، جيب الوالد الوالده ديالك، مرحبا بك ما بغيتي تجي، مرحبا. ايوا قال له سي مصطفى، قال له نجي السيمانه الجايه، نجي انا والوالد والوالده واللي طلبتوها اللي حبيتها. قال له الوالد، قال له حنا ما طامعينش فيكم، حنا غير كون راجل وقد بنتي وفرحه وما تقلقها ما حتى حاجه صافي، وانت راه ما خصك حتى شي خصك، راه انا بنتي ماشي رخيصه عليا. هذاك الشيء اللي كاين. السيمانه اللي تبعها جاب مو جاب باه، جاب لي قسم الله شي بركه وصافي، والحمد لله على كل حال حنا ما خصناش اللهم لك الحمد، صافي وجاب داكشي وخطبوا وكل شيء. واش نقول لكم، انا حبس لكم هنا، نقول لكم دابا انا خوتي الدراري صعاب شويه وحقانيين جوج، هي صعاب وحقانيين. خويا الكبير اش نقول لكم، قال لي هو سميتو عبد الله، قال لك هو هذا الدري هذا سي مصطفى راه غير طامع. واش غادي نقول لكم، ولا جينا نقولوا هو طامع هذاك طامع، هي بقينا حنا دابا بلا زواج صافي، غنبقاو حنا غير هذاك طامع هذاك طامع وصافي. الواحد يقول بسم الله ويسخر الله سبحانه وتعالى، ما تعرف غدا حتى سي مصطفى حتى هو يدير المحل ديالو حتى هو يولي كبير وكل شيء، علاش لا. وداك الشيء قال لي تبا، قال لي بحال هكا، قال له صافي يسخر الله صافي. داكشي اللي كاين. ناض با، قال له بسم الله، قال له الدار انا اللي غنعطيها لكم. فعلا عطانا با الدار زوينه، سكننا فيها، فرشها لي با الله يعطيه الخير. وامي مسكينه دارت لي شويه ديال الذهب، شويه المعان، شويه كلشي صافي. مشيت لداري انا فرحت ما كنكذبش عليكم، دار لي با العرس زوين. واخا خوتي ما كيعجبهمش الحال، كيقول لك هادشي بزاف، با اللي دار كلشي، هذا اش دار، ماشي شغلهم، عندنا هانيه حنا مالنا، حنا كيقول لهم با حنا ما طامعين فيهش، حنا الحمد لله حنا برزقنا، حنا الحمد لله عندنا كلشي اللهم لك الحمد، غير يسهل الله وصافي. ماشي يا ربي كيقول لك غير يكون زعما راجل مزيان وتهلا في بنتنا وكل شيء. واخا خويا عبد الله قاصح كيقول له صافي الله يعاون الله يسخر صافي. ايوا صافي داكشي اللي كاين، تزوجنا دازت الامور بخير على خير الحمد لله. ايوا وحملت الحمد لله والشكر لله. النهار اللي حملت مشيت نقولها لامي باش تفرح معايا مسكينه، ولقيتها مريضه مسكينه. ايوا با قال لي راه قال لي شي سيمانه هذه طايحه عيانه مسكينه، ما عرفت مالها، هزها هكاك مشات دار السبيطار. ايوا للاسف فيها الكونسير. ايوا والله يعافيكم كاملين. قال لها الوالد اش غادي نديروا دابا، قال لها الطبيبه، قالت له الطبيبه دابا جبتيها في مرحله صافي اخر مرحله صافي، ما بقى لها والو مسكينه.
ايوا شافت هي الوليد ما خلا ما داها، داها الرباط داها ما خلا في ما داها والو، مسكينه مريضه بزاف زاد عليها الحال، والكونسير الله يجيكم الله يعافيكم انتشر ليها جاها في الصدر ديالها. ايوا ما جيت انا فين نولد، ولدت بنتي حتى توفات الوالده ماتت الله يرحمها. والله اش غنقول لكم داك السبع داز عندي كله بكا، ولدت واحد البنيه وسميتها على سميت امي سميتها زينب، وبا فراح مسكين قال لك هذه دابا لاله زينب مشات داها الله، وها ربي عطانا لاله زينب وحده اخرى. فراح با مسكين وبكينا وداز واحد العزاء الله يرحمها امي مسكينه. ايوا ومن بعد زينب اش غنقول لكم خبا كاع ما كيبغي يقول لها زينب كيقول لها لاله زينب. من بعد زينب اش غنقول لكم اخوتي زاد عندي ولدي سيدي محمد، من بعد سيدي محمد زاد عندي ولدي الاخر سميتو محمد امين، وزادت عندي بنيته سميتها كلثوم. ايوا وصافي قلت صافي هنا نحد انا بديت كنعيا. حتى لواحد النهار جا عندي الوالد انا عيانه قال لي مالك بنتي، قلت له والوالد واقيلا الا عندي شي حاجه فكر شي عاوتاني، وقال لي ارجعت انت يا القنيه وشكون اللي خطات بقيت ولدي، وقلت له صافي هذه المرات صافي ابا، قال لي حتى المره اللي فاتت قلت له صافي. ايوا ابا عزيز عليه مسكين يضحك الله يرحمه في هذا النهار هذا. ايوا بصح نيت ولات ولدت واحد الوليد، قلت له با هذا غنسميه سيدي عمر على سميتك، دابا انا عندي لاله زينب دابا هذا سيدي عمر. قال لك با هذا هو ولدي. ايوا با مسكين اش غادي نقول لكم، حرام واش تزوج من بعد ما مات امي الله يرحمها، ما تزوج ما تا حاجه، بقات اختي الصغيره هي اللي مقابله مسكينه ومقابله الدار. احنا كنجيو كنجيو في الاعياد كنجي شي مرات السبت والحد من الجمعه كنجلس تماك حتى الجمعه السبت والحد نجيب وليداتين نعمر على الوالد ديالي باش با ما يبقاش قانط مسكين، نصبنوا ليه حوايجو نقيو ليه الدار نوجدوا ليه ما ياكل، كنفرحوا به وكل شيء. واخا هو ما كانش كيبغي يعذبنا مسكين وداك الشيء، انا خوتي الدراري بثلاثه بهم زوجين عندهم وليداتهم عندهم عيالاتهم كل شيء، ولكن حنا بنات الناس ما نبغيوش نكفصوهم وداك الشيء، حنا كنبغيو نمشيو حنا نقابلوا بنا ماشي يجي واحد البراني. اختي الاخرى حتى هي تزوجات وبقات غير ديك اختي الصغيره مسكينه هي اللي مقابله الوالد مقابله كل شيء، وبصراحه الله تعاونني في وليداتي تعاون خوتي اللي خصو شي حاجات تيتعاونوا سوا اسبوع سوا اختنا اللي كانت مسكينه تيتعاون الله يرضي عليها في هذا النهار. اي واش غنقول لكم اخوتي دازت ليامات ايوا بقينا هكاك وليداتي كيكبروا الامور كتزايد قدام. خويا عبد الله الكبير شويه قاصح كيف قلت لكم كيشد العكس مع سي مصطفى راجلي. ايوا سي مصطفى مسكين تا يصبر ليه اش غادي يدير، سي مصطفى دار المحل ديالو الاول دار المحل ديالو الثاني ايه عاونوا با اش غادي نقول لكم. هو كاين اللي كيقول طماع انا اش غنقول لكم، انا راه الراجل ديالي هذاك انا ما عندي ما ندير خصني انا نعاونو خصني نكبر معاه خصنا نديرو حتى حنا حياتنا نديرو وليداتنا وتبارك الله بسم الله راه عانا الوليدات. ايوا صافي حتى شي خويا عبد الله كيقول لك ايوا دابا ولدتي هذا الولد هذا سميتيه على زعما على با زعما حيت نتوما تستغلوا با، انا ما كنتش تنستغل با، انا غير حيت عندي با عزيز وعندي بنتي الكبيره مسميها على سميت امي، وقلت هاد الدري هذا نسميه على سميت با حيت با عندي عزيز ماشي حيت انا نستغلو ولا شي حاجه، حاشا با عندي عزيز وكبر بيا وكبر ماشي غير بيا حتى بختي وحتى خويا عبد الله وخوتي الاخرين كلهم عاونهم. ايوا وخويا سيدي عبد الله خصو يبقى حاضرين غير انا وحاضر سي مصطفى. ايوا الله يهديه وخلاص هادشي اللي غادي نقول، انا ما كنتش كنشد معاه العكس لا هو لا مراته وشي مرات اختي الاخرى كتقول لي راه غير مراته اللي كتتعمرو، انا كنقول لها ما كاع ما تطيحي الباطل على بنت الناس. واخويا مني كان باقي عزري ديال راسو هو هكا قاصح وطلي غير نص رجم يشبعوك عمود، هو ديما هكا ماشي عاد شحال هادي هو هكا الصراحه الله ماشي بنت الناس ولا شي حد اللي غادي يعمرو وكاع ما يحتاج كاع اللي يعمرو. وكان تيعمر تابا كيقول ليه هو با هذيك راه غير ولد الناس، كيقول ليه با انا بنتي كنكبر بنتي كنفرح بنتي انا ما عطاش على ولد الناس يجي يدير لبنتي، انا بنتي انا ندير لها فرح بها ونكبر بها وكل شيء، وديما نكونوا جالسين هكا ناكلوا ويقمعني ويقول لي هذيك الدار اللي عايشه فيها انت راه ديالنا كاملين، وانا راه با عطاها ليا. وواحد النهار قالها لنا كنا مجموعين على الكسكسو وقالها ليا قال ديك الدار راه ماشي ديالكم، وانا با هو يغوت عليه وهو يقول لي با هذيك السيمانه غادي نمشي هذيك الدار نكتبها لك، انا ما عرفتش كاع من هنا لغدا شي وقع ليا شنو قال لك وانا مازال في الحياه، ومنين نموت يعلم الله اش يجي يقول لك. داكشي اللي دار با مسكين بحال علم الله شد كاع داك البركه اللي عنده، عطاه خويا سيدي عبد الله هذا القاص هذا عطاه المحل اللي هو عنده جوج المحلات، عطاه واحد فيهم قال له ديه والاخر غادي ندير لك انت وخوك، وخويا الاخر عطاه المحل وهذيك الدار اللي عندهم كتبها ليهم، واختي حتى هي كتب لها، وهذيك الدار ديال العائله ديك الكبيره كتبها لاختي اللي باقي ما تزوجاتش هي هذيك كتبها هذيك الدار. وخويا عبد الله كيف العاده قال له علاش هذه راه الدار ديال العائله هذه الدار الكبيره دونك انت تكتبها، قال له نكتبها لبنتي ولا ما عجبكش الحال عاود راسك، وديما خصو يقول لا ما عليناش. وناضوا هذيك اختي شدات ديك الدار انا عطاني الدار اللي عطاني وعطاني شي بركه ودرتها في البنكه وفرق علينا الرزق اللي عنده كله فرقوا علينا وبقى هو مسكين والو. وقالت له اختي هذه الصغيره قالت له عطاها حتى هي ديك الدار ديال العائله وشي بركه شي حاجه ديال الفلوس دارتها في البنكه ديالها، حتى انا فلوسي درتهم في البنكه مسكين باع اللي غادي يدير صداع باعو وعطاه لنا فلوس، قال لك صافي باش انا ما نديرش انا صداع من ورايا ما نقلق حتى واحد من ورايا. صافي مسكين بقى مسكين هكاك حتى المحلات صافي عيا منهم وسي مصطفى الحمد لله دار المحلات ديالو دار جوج، واخا كيقول لنا عاونك با ماشي مشكل يا هاني انا عندي بعدا قول اللي بغى يقولوه انا عندي وليداتي حتى انايا. ايوا صافي داز يا حال واجي يا حال وبا يا مسكين بقى مره الاغلبيه في الدار الجامع اختي ديما معاه مسكينه وغاتي اختي هذه وكيجوها الخطاب كتقول لهم لا بغيت نقابل با مسكينه وصافي وبقات هي تقابل وانا نجي نجلس معاه ليامات وتجي اختي الاخرى والله احنا اللي كنا كنعمروا عليه الدار والله
وكان الروح ديالو وعينيه هو وليدي وليدي سيدي عمر ام لاله زهره. كيقول لك ام لاله زهره بسميت ام الله يرحمها، ووليدي الحفيد ديالي سيدي عمر. ديما سيدي عمر يدور معاه يشري ليه يديه ظهر دخل القرايه المدرسه، داه هو المدرسه شرى ليه الكتوبه، فرح المهم مود عينيه هو وليدي عمر. هما كيقولوا لي تتستغلي زعما، ماشي هما يقولوا غير هذا خويا عبد الله صافي تتستغلي با، ما تنستغلوش واش اللي سما ولدو حتى هو، وانا دابا سميت انا بنتي على سميت امي، سميت ولدي على سميت با، صافي راه تنستغلو الله يهديهم وخلاص. ايوا صافي عمد انا بديها في هضرتهم، تبقيت بديها في هضره الواحد يبدا يعصبك بلاش، ما عليناش. المهم با عزيز عليه ولدي عمر فرح به، ما شرا ليه البيكالا، شرا ليه الكتوبه، شرا ليه الدفاتر، شرا ليه الملوانات، ما خلا ما شرا ليه. قال لك والو واحد النهار قال لي خصني نخلي لولدي عمر نخلي ليه شي حاجه، نكتب ليه شي حاجه زعما نكتب ليه شي دار شي محل. قلت له با ها انا مزوقه فيك با، ها العرش ديت ليه يديه وبستها ليك، قلت لها العربه ما ديرهاش انا نشوف راه غادي يقتلوني على هذا الشيء اللي كتعاوني، وراه ضانوني اللي شريتيها لولدي عمر. يقول لك علاش غتنوض تكتب ليه شي حاجه غتنوض العداوه با، ها العربه بلاش. صافي قال لي الله يرضى عليك بنتي راكي بعقلك وكل شيء، صافي بقى هكاك حتى قول وصل وصل ولدي عمر وصل 14 عام. ما نكذبش عليكم ما قرا شيء، ما بغاش يقرا، ما بغاش يقرا. قال له قال لي با صافي خليه ما يقراش، صافي ما عنده ما يدير بش قرايه، خليه صافي يتعلم حتى هو صنعه، يتعلم حتى هو تجاره صافي، ويدير حتى هو علاش يرجع من دابا ماشي ضروري يقرا. وكيقول لي اخويا هذاك عبد الله حتى هو شحال قاص حتى يقول لي تصرتيه تصرتيه اللي تصرتيه انت خليتيه كمل ليه با تصرتو داك الدري. ايوا تابع ليا الدري هذا تابع وتصرتيه، وفين ما يلقى يقمعو اش داك ولد امك اش داك، والاخرين ما يقول لهم والو غير ولدي عمر هذا بقى عليه هكاك ديما يقمعو ديما، وبا ما يخلي ما يدير ليه. وانا انا ولدي عمر عندي عزيز عزيز حيت بسميت با وامو، وعندي عزيزه بنتي زينب حيت بسميت امي. انا كاع ندمت كاع على كاع على هاد السميات اللي سميتهم الناس قراب ليا، وكنقولها للناس ما تسميوش وليداتكم على اللي عزاز عليكم صافي، اللي عزيز عزيز واللي توفى الله يرحمه بالناقص كاع. ايوا صافي وصل وليدي 14 عام. ايوا الوالد ديالي مراد مسكين، مرض بزاف بزاف عيا مسكين. ايوا واش غنقول لكم شد الفراش شحال هو معذب، ما بقاش كيقدر يتمشى، ما بقاش يقدر يهضر، ما بقاش يقدر يدير صافي عيا عيا بزاف. حنا بناتو بثلاثه بينا جلسنا معاه في الدار، كيجوا الناس يشوفوه ما كنخرجوش حنا كاع، كنبقاو مقابلين غير با والناس الضياف الجيران صافي هذاك الشيء اللي حنا مقابلين. ايوا حتى واحد النهار صافي مسكين مرض بزاف صافي زيناه السبيطار، قال لنا الطبيب صافي دوه للدار باش تخرج الروح ديالو مسكين على خير. ايوا مشى با الحبيب مشى با توفى الله يرحمه، مات مسكين تعذب شويه قبل ما يموت، مرض شويه وكل شيء. ايوا من كتاب الله وصافي مشى فين غنمشيو كاملين انا بيدي راني تبعتو الحمد لله والشكر لله اللهم لك الحمد. ايوا صافي مات مسكين الله يرحمه، رجعت انا لداري اختي مسكينه الصغيره بقات في ديك الدار بوحديتها، اختي الاخرى رجعات. ايوا اخوتي كل واحد بقينا عايشين كلها هكاك. ارى ليك ولدي سيدي عمر فاش شاف با ديما هو مع با وبا مصرو داير ليه الخاطر وكل شيء، فاش مشى با ايوا تعقد داك الدري ومرض في خاطرو غير كيبكي غير كيبكي، وشي مرات ما كنلقاهش كنقلب تا كان عيا كيمشي با يقلب تا كيلقاه في المقبره كيبكي حدا قبر ديال جدو الله يرحمه، يبكي كيقول ليه با مشيتي وخليتيني. ايوا راه في ديك المقبره ني تلاقى مع شي وحدين اش غنقول لكم، تا حاجاكم تا يجربو تا يكميو، تعلم تا هو معاهم الشراب تعلم الكارو. داك الدري خرج ليا من الجنب ما بقيت قديت نهضر معاه، تنجي نقول ليه غير شي كلمه والو صافي صافي ولا لاروب ولا يجي يطلب ليا الفلوس عطيني الفلوس، ولا غوات بدا غوات بدا يهرس في الدار عطيني الفلوس عطيني الفلوس. انا غنمشي عند با عبا جدي معانا، با كيقول ليه با جدي انا نمشي عند با جدي، انا نمشي نتبع با جدي، انا كنستنسمع نمشي نتبع با جدي كنعنقو تنعطيه الفلوس غادي ندير اش غادي ندير ما عندي ما ندير غادي كنعطيه. ايوا دازت اش غنقول لكم دازت نقول لكم شي عامين ثلاث سنين، تكون عنده دابا ديك الساعتين تكون عنده شي 17 عام، كانت عنده شي 17 عام اش غنقول لكم، محني داك الدري الكارو والشراب ولا يجي دايخ يجي كيغوات ولا يفضحنا في الحومه، باه ما كيخلي ما تيدير معاه خوتو الاخرين ما خلاو ما داروا والو. اما الا تلاقيت مع خويا سيدي عبد الله خلاص كتكمل الباه، هي كيبدا يحشي ليا في الهضره ويعايرني واش تيش هضرتيش قلت ليك ها قلتها لي قلت لك تصرتي الدري وتصرتي طب الله يرحمه. ايوا ها ما قلت لك وها هو خرج لك عوج، ايوا هذا اللي غادي ديري في كتافك، ايوا هذا اللي غادي يبربيك، وهذا غيدخلك الجنه هذا غيدخلك جهنم. ايوا ما كيخلي ما كاين بركه غير داكشي اللي فيه انا عاد زيدني نتعاوني صافي. كنبقى كنشوف حتى كنعيا تنبكي نبكي وصافي. ايوا جا داك العام عاوتاني اش غادي نقول لكم، مرض عاوتاني الراجل سي مصطفى مرض مسكين واحد المرضى. ايوا اش غنقول بغي كيكح غير كيكح. ايوا مشى مسكين دوز لقى عنده المرض ديال الريه الله يجيكم ما سمعتوش اش غنقول لكم، ومرض واحد المرضى خايبه نيت ما نفع معاه دواء ما نفع معاه هو، وهو من زمان كان تيكح. ولكن انا قلت غير شي حاجه بسيطه هكا ما عمرني ما عند بالي راه شي حاجه، يقول لي دير لي حليب سخون فيه زعتر وانا عند بالي شي حاجه تكون صعيبه هو براسه ما تحبت ليش مسكين. والمهم في هذا الشيء كامل ما خلى دويه انا خوتي ما خلى سبيطار ما خلى دار هذيك الاشعه داك الراديو ديال هكا الريه ما خلى ما دار مسكين والو، ربي عطاه الوقت فاش غادي يتوفى ومات مسكين الله يرحمه الله يرحمه. هذا النهار هذا وبحرا مات با وما داز غير هكاك عامين ونص تقريبا مات عاوتاني السي مصطفى الله يرحمه. ايوا بقيت بوحديتي اخوتي اش غادي نقول لكم،
واخا بقيت بوحدي تي غنقول لكم كانوا معايا خوتي، تا داك المعصر ديال خويا عبد الله تا هو عاوني ما نكذبش، هو شي مرات كيكون حقاني شي مرات كيزيد فيه صراحه الله. ايوا اش غنقول لكم، بقيت بوحدي، با مشى والراجل مشى، خصني نهز راسي، خصني نهز وليداتي بنياتي، خصني نكون انا هي امهم انا باهم. ايوا اش غنقول لكم، المحلات ديال السي مصطفى الله يرحمه بقاو لوليداتي الحمد لله. واش دابا كنقولها لكم، قلت لكم في الاول حتى انا عندي وليداتي، حتى انا حنا خصنا نديرو شي حاجه للوليدات. وهو السي مصطفى مشى الله يرحمه، مشى فين غنمشيو كاملين، انا راني مشيت معاه. ايوا اش غادي نقولوا، وبعدا راه لقاو وليداتي، لقاو الدار، لقاو المحلات، وليدي الكبير خدا محل، وليدي الاخر خدا محل، والقرايه غير شويه ماشي شي قرايه نيت، ما غاديش يتوظف يكون موظف، اللهم يدير الحلفه ديال صباه. هما نيت كانوا كيمشيو يعاونوا باه، عارفين شنو يديروا. ايوا مشى قابلوا المحلات ديال باهم وتيصرفوا. هنا فين تخطبات بنتي الكبيره، بنتي زينب تخطبات تبارك الله وتزوجات الله يرضي عليها، وتخطبات تاختها الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد. ايوا وليدي الكبير حتى هو قال لك انا نتزوج، قلت له مرحبا وليدي الله يرضي عليك، شوف لك بنت الناس مرحبا. ايوا بصح نيت تزوج، ايوا تزوج تاخو الاخر، شكون بقى في الدار؟ بقيت غير انا ووليدي عمر. ايوا واش غنقول لكم، في الاول الحمد لله، ولكن ما صافي عمر ولا فيه صداع 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 بزاف. قال لك هذوك المحلات اللي خلا با يتباعوا ويتقاسموا، ماشي يبقاو هكاك. ايوا وليدي الله يرضي عليك، راه خوتك راه كيخدموا فيهم ويصرفوا على ريوز وليداتهم ويصرفوا علينا ويعطيو لخواتاتك، وجي انت تقول لنا نبيعوا نبيعوا، واش غادي نصرفوا مازال؟ وهذيك هي الحرفه ديالتنا، المحلات هذوك، الحانوت اللي فيها المواد الغذائيه، وخوه الاخر عنده المحل ديال الصباط والحوايج، تجي انت تقول نبيعوا داك الشيء. ايوا قال لك لا، وانا شنو ندير شنو ندير؟ قالوا ليه خوتو بغيتي نديروا لك المحل ديالك؟ قال لهم لا اعطوني حقي. ايوا شافوا التاعيه وقالوا له شاش غدير؟ قول لنا شي حاجه فهاد حقك نعطوها لك. يلاه سيدي. ايوا قال لك شحال خلا با بعدا في البنكه؟ قالوا لي ها شحال، قالوا لهم اعطوني حقي. شدوا هذاك الشيء اللي بقى في البنكه، درنا الوكاله كلنا لوليدي الكبير، صافي كل شيء خدا حقه، داك الشيء اللي كاين في البنكه كل شيء شد، حتى وليدي عمر شد. ايوا كلشي شد حقو، عطينا البنيات وكلشي، بقاو سيدنا غير المحلات. انا ما نقدروش نبيعو المحلات، راه الا بعنا المحلات اش غيبقى؟ مازال ما غيبقى والو، وانا ديك البركه اللي خلى لي با مازال عندي منها، الذهب دارتو لي امي مازال عندي منه، ولكن ما كنبغيش، كنقول خلي ما تعرفي دوير الزمان، ما تعرفي شنو تجيب الوقت، ما تعرفي شنو كاين. ايوا صافي بقينا هكاك. وليداتي بعدا داروا ديورهم، كلهم داروا ديورهم، داروا محلاتهم. ولدي الكبير خلاص دار محل اخر تبارك الله وبسم الله، الله يرضي عليه بداك الرزق اللي عنده، دار محل اخر كيصرف عليا كيعطي لخواتاته، ما مخلي حتى حاجه من جهده. ايوا وبنياتي مسكينه مره تجي هذه مره تجي هذه، معنا بنتي الكبيره زينب حنينه بحال امي مسكينه، ما سميتها على امي حتى عرفت شنو كاين، طلعت حنينه بحال امي، وتجي ديما تجي لعندي وتجيب وليدها معاها، وفرحت بداك الوليد بزاف بزاف. اش غنقول لكم، سماته امين الله يرضي عليها مسكينه، وطلع امين نيت، يجي عندي ونفرح بيه ونديرو في ظهري ونعطيه الحلوه ونعسو حدايا. وفي الكفات بغيت نمشي كنقول عافاك خليه معايا، ربي خليه معايا، ومرات خليه معايا مرات ديه كل مره، وشنو معنا فاش حملات عاوتاني تخليه معايا تنفرح تجيني قداش. وتا سيدي عمر فاش كيجي كيلقى ولد خطو وكيلعب معاه، والدري تيقول لي خالي وتيجيب ليه الحلوه، وكيبقى يجري هو ويا في الدار بحال الدري الصغير. هذا راه سيدي عمر يجري، وديك الساعات سيدي عمر كانت عنده 17 عام، 17 عام وكيجري ويلعب مع ولد خطو. امين. ايه واش غنقول لكم اخوتي، داز داك العام داز كحل، غنكذب عليكم داز كحل. عمر غير الشراب غير الكارو حاشا وجهكم سمحوا لي، الحشيش ديما هكاك. اش غنقول لكم، سال الفلوس اللي عنده، سال الفلوس اللي عنده، امي عطيني كان عطيه، ولادي تيغوت عليا، علاش تعطيه؟ علاش تعطيه؟ راه كيخسر غير في الحشيش الكارو. واش غنقول لكم، راه تيغوت عليا، راه تيهرس في الماء، شنو غادي ندير؟ راه خصني نعطيه. يسكت تفضحني قدام الجيران، اش غندير ليه؟ قلت ليه زوجك شوف لك شي بنت الناس زعما تعرف يدير عقله. وقال لك لا، قال لك انا راه بغيت وحده، بغيت وحده وكتعجبني وكل. قلت ليه مشي نخطبها لك، قال لك ماشي دابا، ماشي دابا راه تعجبني. لا فرحت، قال لي تعجبني، امشي غير خطب ليه غير 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 يضرك عليا، مابقاش يجي عندي ويهرس عليا الموان وكيغوت، وما ربنا يدير وليداتو يدير عقلو. واخا الله يسمح لنا حتى حنايا نشدو وليداتنا العوجين ونلصقوهم بنات عباد الله، بنات عباد الله تيوحلو مساكن، الله يسمح لنا والله يغفر لنا وصافي. ايوا بقى هكاك كل نهار اخوتي، كل نهار امي اري، امي عطيني، امي 200 درهم، امي 1000 درهم، امي 500 درهم. اوليدي راه ما عنديش اوليدي، والله البركه اللي عندي ديال السي مصطفى كلها سالات، غير هاك ها 200، هاك ها 300، هاك وصافي. قهرني وليت كنخاف نقولها لخوتو، كيطغوت معاه وخلاص. فضحتي مع خويا سي عبد الله هذاك بوحديتو، وليت كنقول له بغي ما نتلاقاه كاع، نتزقى اللي غادي منها نمشي كاع منها، حتى الجماعه اللي كنجمع في الدار ديال الوالد ما نمشي لها كاع، غير باش يقول لي الهضره عليه. صافي هكاك ديما هكاك. واحد النهار جا صافي جاع، ولقى اختو عندي لاله زينب، قال ليها اعطيني لها شحال؟ قالت لي والله خويا ما عندي، قال لها في الفلوس دبا. قال لها قالت له اخويا اش من فلوس دبا؟ راه بانات الله يرحمه، اش من فلوس بقاو؟ قال لها انتم كليتو رزق دبا يا وليدي، راه داكشي اللي كاين راه حنا تقاسمناه وليدي. قال لك لا ضحكتوا عليا، انا نحكي عليك اوليدي،
الله يا ودي ناطختو كتلبس حوايجها تمشي مسكينه لقات لي الدار وغسلات لي الماء قادت لي كلشي قالت لك صافي امي نمشي كتاع هذيك كتمشي قلت لها قالت لا ولا نمشي راه الوحي مقتلني ما قاداش كاع عيانه ربي اللي عندي قلت لها عافاك قالت لك لا قلت لها خلي لي غير امين خلي لي امين يونسني غنبقى مقهوره قالت لي ها هو نيت معاك انا عيانه خلات لي امين ومشات وليداتي مشات مسكينه لدارها بقيت انا جالسه ها هو عاوتاني وليدي عمر جاي عاوتاني هاك وكا عباد الله هاك تيغوت هاك تيغوت وندمت حتى ولدتو وندمت حتى سميتو سيدي عمر على سميت با الله يرحمو الحاج عمر اللي كان كلشي كيبغيه كلشي كيحمق عليه المعقول انا كنت غير كنلعب بحال با الساعه وطلع مكفس اش غنقول لكم واش تصرتو واش انا تصرتو كيقول لك كيقول لك خويا عبد الله هاد تصرتيه صافي غير سميتيه بحال با تصرتيه صافي كيقول لك تا با تصرو واش غنقول لكم وقال لك الكتاب با الله يرحمه تصرو سي مصطفى تصرو با الله يرحمه تصرو وانا تصرو ما عرفتش ما عرفتش من الكتاب ما فهمتش انا شنو درت واش درت شي دين بغيت نتحاسب عليه درت شي حاجه غلط في حياتي نتحاسب ما عرفتش واش الله سبحانه وتعالى بغى يعذبني بهذا الدري اولا بغى يغفر لي ما عرفتش شنو الله سبحانه وتعالى بوحدو اللي عارف السر ايوا جا داك النهار شنقول لكم جاعر كيغوت مفوت مفوت ما فيهاش قال لك حطي لي رزق قلت لها ولدي ما عنديش قال لك والو حطي هو انا وليداتي مشى نيشان كيجري للبيت النعاس كيحل الماريو بغى يهز لي الذهب اللي عندي دارته لي امي الله يرحمها بقى عندي هكاك وقلت غنفرقوا على بناتي ونبهني راسي ونعطي لاله زينب شي حاجه تهلا في راسها وليداتها والو قلت ليه حيد من تماك قال لك والو انت اللي تحيدي ودفعني يا خوتي ودفعني حتى طحت مع الحيط ومشيت كنجري انا خفت مشيت كنجري للباب باش نخرج نمشي في حالتي نهرب حيت دفعني حتى ضربت مع الحيط وتضرب لي راسي وانا وصلت عند الباب درت هكا مشيت شفته عند غادي الكوزينه ايوا شفتها وليداتي بعيني هاز الموس انا شفت الموس صافي رجليا فشلو مشيت نجري عند الباب ايوا حتى جيت نخرج تفكرت وليدي امين ولد بنتي تفكرت ولد بنتي كاين لداخل ناعس مسكين دخلت كنجري باش نجيبو حتى كنحس بالضربه في ظهري جاتني الضربه في ظهري اش غنقول لكم اخوتي ضربني بالموس في ظهري ما حسيتش اش كنقول واش تنحلم واش بصح واش انا ولدي عمر عمر اللي سميت على الحج عمر با الله يرحمه واش هو اللي ضربني بالموس ولا ضربني بيديه ولا شنو صافي دات الدوخه انا هضرت طحت على ظهري كنشوف فيه ما متيقاش حتى كينزل على ركابيه وكيخشي لي داك الموس في عنقي عرفت كيخشي في عنقي كنحس كنشوف الدم كيتشتت حتى على وجهي عمر لي الدم في وجهي وجيت نغوت الصوت ما كيخرجش كان فركل وفي ديك الوقيته تنفكر غير في امين امين ناض ناض تيغوت كيقول مي 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 مشى عنده ولدي عمر مشى لعندو ضربو تا هو بالموس وتا هو ضرب ليه الموس في عنقو ذبحو ذبحني يا وليداتي ذبحو ذبحني ولاش يا وليدي امين اش دار لك امين وانا وقيلا دسرتك وقيلا درتها بيدي وامين علاش اش نقول لكم يا وليداتي شاف داكشي اللي دار فاق بقى كيشوف تخلع دابا هو كان مفوت كان واش شارب شي حاجه ماشي شرابه وليداتي ماشي قارو ماشي ما عرفتش ما كانش هذاك ولدي عمر كان شي واحد اخر الشيطان ولا ما نعرفش ومشى شاف تخلع خبع داك الموس في الجاكيطه ديالو حل الباب هرب مشى واش غنقول لكم بقيت انا وامين مسكين فركل حتى خرجت الروح ديالو وانا قبال منه صافي بقى سكات في الدار حتى الغد ليه جات بنتي مسكينه زينب باش تسول في ولدها وتشوف هذاك المسخوطه شنو دار البارح وتدق والو ما حلها حتى شي حد تخلعات ايوا هي تخلعات اتصلت بولدي الكبير خوها قالت له امي ما تتجاوبش معاها ولدي والمسخوط ديال عمر البارح راه كان معاها شي حاجه واقعه راه الباب مسدود شوف كيفاش دير الا عندك الطوب ديال السر اجي دابا جات يجري وما حلوا الباب وما لقاو الدم عند الباب قال لها حبسي قالت له ندخل قال لها حبسي والله ما تدخلي البوليس يحضروا سد الباب وبدا كيدفع في اختو كيدفع فيها باش ما تدخلش عيطوا البوليس البوليس جاو دخلوا اش غنقول لكم لقاو مجزره دنايات راسي مفصول اخوتي وراس وليدي امين حتى هو مفصول ايوا اش غنقول لكم على حاله عيطوا جي نقل الاموات باش تدينا داتنا للتشريح باش يشوفوا شنو واقع ايوا اش غنقول لهم قال شكون غيكون دار هكا بنتي مسكينه زين في الزنقه تغوت بالجهد وطاحت مسكينه سخفات وبقاو الدماريات غاديين من تحتها حيت كانت مسكينه حامله وخسر ليها داكشي خسر ليها داكشي اللي في كرشها ايوا بدات تغوت الدمايات مسكينه من تحتها وولدي الكبير تا يغوت كيقول لك عرفت المسخوط غايديرها تجمعوا الناس تجمعوا الجيران كلشي كيقول لك عرفناه غايديرها كلشي تايقولها ايوا جا خويا سي عبد الله قال لهم عرفتوه كنت متاكد غايديرها كنت متاكد كون بقى حتى بواحي كنت هو صيفطو ايوا عندهم صح واش نقول لكم يا خوتي واش انا تصرتو واش انا ما كان عزيز عليا كان سميت باك ما عمركم اخوتي تسميو بسميت باكم ولا امكم ولا حتى حاجه هي بنتي زين مسكينه رديتها حتى ولدها انا السبب وكون غير خليتها تديه معاها انا اللي حزرتها قلت لها خليه وكون غير داتو ما خلاتوش ايوا واش نقول لكم اخوتي وليداتي كتب الله
كتاب الله قال لهم شنو، قال لهم خويا عبد الله، قال لهم هذا ولدها ولدها ولدها، واحد مسخوط ديال ولدها سميتو عمر، هو اللي غيكون قتلها، هو اللي غيكون صفاها لها، هو غيكون صفط لها الويل الكحل. ايوا صافي مشاو تيقلبوا عليه تيقلبوا، ما خلاو فين ما قلبوا عليه، هو هرب هرب واحد الغابه، بقى تماك كيلغول، بقى تماك شغنقول لكم يومين وهما تيقلبوا عليه، يومين وهما تيقلبوا عليه، والو ما بانش. حتى الواحد شويه اش غايقول، اش غايديروا ما يديروا، بقاو واحدين. ناد واحد صاحبهم، صاحب ولدي عمر تسكيري حتى هو، قال لهم راه شتو شتو غادي يجي الغابه. ايوا ناد ولدي الكبير مع خويا عبد الله مشاو تيجريو كيقلبوا عليه، كيقلبوا هو ما خصكمش تمشيو، هو دار لكم تانتوما شي حاجه زعما، انتما زعما جوج غتغلبوه، وراه مفوت مفوت. ايوا مشاو تيجريو تيقلبوا عليه، قلبوا الغابه كامله ما لقاوش اخوتي والو، ما كاينش. انت زينب مسكينه في السبيطار، مسكينه ربي اللي عالم بها، حرقتها في جوج وليدات مشاو لها اللي في كرشها، وليدي امين مشى كلشي، مسكينه ترزات في جوج في دقه واحده، وترزات مومنتها بلا باها اللي مات، بلا جدها، تلاقاو عليها مسكينه كلشي تلاقى عليها، الله يحسن عوانها الله يصبرها مسكينه. ولكن هي اللي عرفات، هي اللي عرفات فين غيكون. قالت لهم انا نقول لكم عمر فين كاين، قالوا لها فين، قالت لهم غيكون غير في المقبره، راه ديما مضروب على المقبره، كيمشي يطبوحط وكيبكي على جدو، راه زعما جدو زعما غير هو اللي بقى فيه، كلنا بكينا على جدي الله يرحمه، بعدا جدي كان راجل، كان انسان مزيان، ماشي ماشي بحال هو المسخوط الاخر، في الاخر قتل مو، قتل ولد اختو، وقتل قتل كاع الدنيا كلها، قتل العائله كلها، ماشي غير مو، راه قتلنا كاملين. ايوا بصح حنيت مشاو قلبوا عليه في المقبره، وبصح نيت داكشي اللي قالت بنيتي الله يرضى عليها والله يصبرها مسكينه، لقاوه جالس حدا القبر ديال جدو الله يرحمه، زعما زعما درتي المزيه قتلتي ليه بنته، مشيتي تجلس حدا القبر ديالو، شنو زعما بغيتي يفرح بيك؟ اي والله ينتقم، شي غادي يقول واحد ايوا شدوها وليداتي، قالوا ليه شنو درتي؟ قال لهم ما عرفتش ما عرفتش، علاش علاش قتلتي الدري الصغير؟ ما عرفتش ما عرفتش، قال لهم عاد كنت كنلعب معاه، عاد كنت كنتجرى انا وياه ونضحك معاه ولعبت معاه، ومشيت شريت ليه الحلوى وكنلعب معاه عادي، خرجت مع شي صحاب، صحاب الزينين اللي كيوريوك غير الطريق الخايبه، صافي شربت انا وياهم، قصرت انا وياهم، رجعت للدار خصني الفلوس، صافي مشيت بانت ليا غمي، قالوا لي علاش مشيتي للموس، علاش زيتي للموس؟ قال لهم ما عرفتش ما عرفتش، انا براسي ما عرفتش، كيبكي تيضرب في راسه، ولكن اش غايزيدنا داك البكاش غير زعما غادي يردني، وكاع لي يردني شاي، يرد غير داك الصبي الصغير داك سيدي امين مو غادي غادي تقتل راسها عليه، ايوا واش دار ليه داك الدري الصغير؟ اش دار ليه؟ واش غنقول لكم انا تصرتو؟ واش غنقول لكم نستاهل؟ واخا انا نستاهل، داك الدري الصغير شنو دار؟ اش ذنب داك الدري الصغير؟ انا كنقول حتى كاع الا خيرني الله سبحانه وتعالى وقال لي واش تسمحي لي، نقول ليه نسمح لي بكتاب الله اللي عشتو عشتو اللي كتب علي الله هو هذا، نمشي عند با نمشي عند راجلي سي مصطفى صافي، ولكن الدري الصغير راه ما نسمحليش داكشي اللي دار ليه، راه انا اللي شفت الدري كيفاش كيفركل وانت كيفاش تيغوت مسكين، كيفاش تخلع فاش شاف الدمايات، راه انا اللي حسيت به مسكين، راه انا اللي دازت عليا قبل منه، انا اللي عارفه شنو وقع ديك الليله، ديك الليله الكحله. اي واش غنقول لكم وليداتي، عرفتي التقرير الطبي شنو قال؟ وهذا الشيء الصح، هذا الشيء بصح، التقرير الطبي قال بان هاد المراه هادي ما ماتتش بالضربه ديال الظهر، هاد المراه هادي اللي قتلها هو الذبيح، هو الموس اللي جا في عنقها هو اللي قتلها. الله يا وليدي يا عمر اش غنقول لك، ما قتلتينيش بالموس، قتلتيني بالقهره، قتلتيني بالويل، عذبتيني في الحياه، قلت نسميك وليدي عمر على سميت با باش تكون ليا زعما بحال با، با هزني كبر بيا فرح بيا، با عندي عزيز عندي كبير، قلت زعما راك غتكون خاري شويه منه، ما صدقتي يا وليدي حتى طاب رجليه. هي واش غادي نقول، الحمد لله على كل حال وليداتي داروا العزو، وليدي عمر الله يهديه حكموا عليه بالمؤبد، خليه خليه يتربى في الحبس، وسمحوا لي يا وليداتي والله يعاونكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.